السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في برنامجكم المميز واحة العلوم، وموعدنا اليوم مع مراجعة وحدات التقرير الثالث للصف التاسع، وهي خمس وحدات كالتالي: الوحدة الأولى الضغط، الوحدة الثانية العزوم والروافع، الوحدة الثالثة الإنشاءات، الوحدة الرابعة الحركة، والوحدة الخامسة الوراثة. وسنبدأ الآن بإذن الله في الوحدة الأولى، وهي وحدة الضغط. السؤال الأول: جميع ما يلي يبنى عمله على مبدأ باسكال ما عدا المكبس الهيدروليكي، المحقن الطبي، طفو السفينة، روافع السيارات. طبعا جميع الاختيارات التي أمامنا تتبع مبدأ باسكال ما عدا اختيار واحد، وهو أحسنتم، هو طفو السفينة. الشكل المجاور يمثل مكبس سوائل. من المعلومات الواردة على الرسم ما وزن الجسم باء. طبعا تعلمنا من مبدأ باسكال أن الضغط على المكبس الأيسر سيساوي الضغط على المكبس الأيمن، وبالتالي F1 تقسيم A1 هيساوي F2 تقسيم A2. لو ركزنا، F1 اللي هي القوة على المكبس الأيسر هي وزن الجسم باء، غير معلومة. طيب A1 10 سنتيمتر مربع، طيب هتساوي F2 اللي هي وزن الجسم الموضوع على المكبس الثاني وهو 250 نيوتن تقسيم A2 وهي 250 سنتيمتر مربع، وبالتالي ستكون المعادلة كالتالي: F1 تقسيم 10 هيساوي 250 نيوتن تقسيم 250 سنتيمتر مربع، وبالتالي تكون القوة كم؟ F1 ستساوي 10 نيوتن. أحسنتم. لماذا لا نحس بالضغط الجوي؟ لماذا لا نشعر بالضغط الجوي؟ هل لأنه صغير جدا؟ أم لأنه لا يؤثر في أجسامنا؟ أم لأنه يساوي الضغط داخل أجسامنا؟ أم لأنه يلغي بعضه بعضا؟ طبعا لا نشعر بالضغط الجوي لأنه ممتازون، يساوي الضغط داخل أجسامنا. ماذا يحدث لحجم بالون منفوخ ومربوط بإحكام إذا أمسكه شخص وسار به نزولا من قمة جبل مرتفع إلى واد صحيح؟ هل حجم هذا البالون سيزداد أم لا يتغير أم يتناقص أم ينفجر؟ ركز، إذا نزل هذا الشخص من قمة الجبل إلى الوادي الصحيح، فهل يزداد الضغط أم يقل؟ طبعا سيزداد وزن عمود الهواء، وبالتالي سيزداد الضغط. فإذا زاد الضغط على البالون، هل سيزداد حجمه أم يتناقص؟ أحسنتم، طبعا سيتناقص حجم البالون. أي مما يلي وحدة قياس الضغط؟ هل هي نيوتن أم كيلوغرام أم النيوتن ضد متر تربيع أم النيوتن تقسيم متر تربيع؟ تعلمنا أن الضغط بيساوي القوة تقسيم المساحة، والقوة تقاس بالنيوتن والمساحة تقاس بالمتر مربع. إذن وحدة قياس الضغط ستكون نيوتن تقسيم متر مربع. أثرت قوة ثابتة على سطح جسم مساحة سطحه 2 متر مربع، فإذا نقصت مساحة السطح فإن العامل الذي سيتغير هو، ركز معي، القوة الآن ثابتة، وما الذي تغير؟ تغيرت المساحة. لذا عندما تتغير المساحة فإن الضغط سيتغير، فكلما قلت المساحة التي تؤثر بها القوة فإن الضغط سيزداد. إذن الذي سيتأثر بتغير القوة هو البريشر، الضغط. ممتازون. يعبر رياضيا عن الضغط ب، تعلمنا أن الضغط يساوي القوة تقسيم المساحة، يبقى إذن يعبر رياضيا عن الضغط ب F ضد D ولا FM ولا F تقسيم A أم FM-2.
طبعا يعبر عن الضغط بإف تقسيم إيه. جميع الوحدات التالية تستخدم في قياس الضغط ما عدا البار أم الباسكال أم مليمتر اتش جي أي مليمتر زئبق أم نيوتن. طبعا جميع هذه الوحدات تستخدم في قياس الضغط ما عدا وحدة واحدة وهي النيوتن. ممتازون. النيوتن يستخدم في قياس القوة. لننتقل إلى المرحلة الثانية. عزيزي الطالب، هل أنت محترف في لعب كرة القدم؟ ركز معي، فكلما كانت إجاباتك صحيحة سددت أهدافاً أكثر. هيا لنبدأ. السؤال الأول، يؤثر الضغط عند نقطة داخل مائع إلى أسفل فقط أم في جميع الاتجاهات أم إلى أعلى فقط أم إلى أسفل وإلى أعلى فقط؟ طبعاً الضغط عند نقطة داخل مائع يؤثر في، ممتازون، أسمعكم تجيبون، في جميع الاتجاهات. أحسنت، هدف. جميع الخيارات التالية عن ضغط السائل صحيحة ما عدا، يعني كل هذه الخيارات صحيحة ما عدا اختيار واحد هو اختيار خاطئ. هل ضغط السائل يتوقف على عمق النقطة أم أنه متساو في جميع الاتجاهات أم أنه يزداد بزيادة كثافة السائل أم يقل بزيادة كثافة السائل؟ قلنا جميع هذه الاختيارات صحيحة ما عدا اختيار واحد. طبعا ضغط السائل يتوقف على عمق النقطة، ضغط السائل متساو في جميع الاتجاهات، ضغط السائل يتأثر بالكثافة، ولكن هل يزداد بزيادة الكثافة أم يقل؟ طبعا ضغط السائل يزداد بزيادة الكثافة، ولذلك فالإجابة الخاطئة هي يقل بزيادة كثافة السائل. هدف، أحسنتم. تطلق كلمة موائع على السوائل والغازات لأنها، لماذا نطلق كلمة مائع على السائل والغاز؟ هل لأنها تتمدد عند درجة حرارة عند زيادة درجة حرارتها أم لأنها تؤثر بضغط ثابت أم لأنها تتصف بخاصيتي الجريان والانتشار أم لأنها تحقق قاعدة أرخميدس؟ طبعا تطلق كلمة الموائع على السوائل والغازات لأنها تتصف بخاصيتي الجريان والانتشار. أحسنتم. أي من العوامل التالية لا تؤثر في ضغط السوائل، يعني لا يعتمد عليها ضغط السائل؟ هل هي عمق النقطة أم الكثافة أم المساحة أم الجاذبية؟ تعلمنا أن ضغط السائل يعتمد على ثلاثة أشياء. أول نقطة عمق النقطة، فكلما زاد ضغط السائل فكلما زاد عمق النقطة زاد ضغط السائل، وتعتمد أيضا على كثافة السائل، كلما زادت كثافة السائل زاد ضغطه، وتعتمد على وزن عمود السائل والذي يعتمد على الجاذبية. إذن أي العوامل التالية لا يؤثر في ضغط السائل؟ طبعا مساحة مقطع الإناء لا تؤثر في ضغط السائل. أحسنتم. الشكل المقابل يمثل وعاء ممتلئ بالماء، أي النقاط التالية التي في الوعاء تتعرض لضغط أعلى من باقي النقاط؟ هل هي النقطة A أم B أم C أم D؟ تعلمنا في السؤال السابق أن ضغط السائل يعتمد على عمق النقطة، فكلما زاد عمق النقطة زاد ضغط السائل. أي النقاط هنا يكون عمق النقطة فيها أكبر؟ طبعا هي النقطة، أحسنتم، أسمعكم تجيبون، هي النقطة دي، عمقها أكبر وبالتالي فإن ضغطها سيكون أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأحباء، أما الآن فمع مراجعة وحدة جديدة عن الاستراكشرز، فهيا بنا نبدأ أول هذه الأسئلة. أي مما يلي يؤدي إلى أن تصبح المادة أقصر؟ أقصر أي أن أثرت عليها قوة قللت المسافات بين مكوناتها مما جعلها تقل الطول. هل هذه القوة هل هي مقاومة الشد؟ هل هي قوة الشد؟ هل هي مقاومة الانضغاط؟ هل هي قوة الضغط؟
أحسنتم، فعلا الإجابة صحيحة هي قوة الضغط. ننتقل الآن إلى السؤال التالي: أي المواد التالية أكبر تحملا لقوتي الضغط والشد؟ ركز معي، لها قدرة عالية على تحمل الضغط والشد، ولذلك يتم استخدامها في المباني العالية، في الأنفاق، في الجسور، في إنشاء السكك الحديدية إلى غير ذلك. هل هو الخشب والطوب، أم الفولاذ والخرسانة المسلحة، أم الفولاذ والطوب المعالج حراريا؟ هل الخشب والطوب الطيني غير المعالج حراريا؟ فكر، أعطني الإجابة الآن. أحسنتم، الفولاذ والخرسانة المسلحة من أكثر المواد تحملا لقوتي الضغط والشد. السؤال التالي: أي المواد التالية تستخدم في بناء المنازل، وخاصة المنازل القديمة التي كانت تتكون من طابق أو طابقين، وما زالت بعض البلدان على الأنهار تبني منازلها من هذه المادة، ولها قوة تحمل للضغط والشد ولكن تحمل متوسط ليس بكبير؟ هل هو الطوب المعالج حراريا؟ هل الخرسانة؟ هل الألمنيوم؟ أم الخشب؟ أحسنتم، أحسنتم، الخشب. السؤال التالي: ما نوع الجسر المبين في الصورة؟ تذكر بني شكل الجسر الذي أمامك، انظر إلى أسفل الجسر، الجزء السفلي هو على شكل، ها؟ أحسنتم، أحسنتم، أراكم تجاوبون. جسر عارضي، جسر شعاعي، جسر معلق، جسر قوسي. أحسنت يا محمد، فعلا جسر قوسي لشكل الجزء الداخلي منه. السؤال التالي: ما نوع القوتين اللتين تمثلا بالحرفين X وY في الشكل المقابل؟ قوة باللون الأزرق وهي للداخل، Y، والقوة بالأحمر للخارج. هل هي قوة ضغط ومقاومة ضغط، قوة مقاومة شد وقوة شد، قوة ضغط وقوة شد، مقاومة شد ومقاومة انضغاط؟ أمامكم ثواني قليلة للتركيز وإعطاء الإجابة صحيحة. 1، 2، 3، فعلا هي قوة الضغط وقوة الشد. السؤال التالي: تمثل الصورة السابقة، الصورة التي أمامك الحين، لجسر، هل هو جسر بيم بريدج، تراست بريدج، أرش بريدج، سسبنشن بريدج؟ الصورة التي أمامك هي لجسر معلق، لا شعاعي، لا عرضي، لا. أحسنتم، هو لجسر قوسي، أرش بريدج. أحسنتم أبنائي. السؤال التالي: الصورة التي أمامك تضع على سيارة على نوع من الجسور تحتها قوة شد وضغط، هل هذا الجسر يعتبر تراست بريدج، أرش بريدج، بيم بريدج، سسبنشن بريدج؟ ها، جسر، أحسنتم، جسر شعاعي، بيم بريدج، بارك الله في الشباب. السؤال التالي: ما نوع الجسر الموضح في الصورة التالية؟ صورة بها جسر عليه عوارض وأبراج، و يتم تحميل جسم الجسر وما يحمله على خيوط من الفولاذ القوي، فهو يتم تعليق جميع الجسر وما يحمله على هذه الأوتار أو الأحبال الفولاذية، إذن هو يسمى الجسر المعلق، سسبنشن بريدج، بارك الله فيكم يا أبنائي. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الآن أحباء الطلاب، فمع مراجعة وحدة الوراثة، فهيا بنا نبدأ الأسئلة. أرجو منكم التركيز، التركيز، التركيز. السؤال الأول: كيف تكون المادة الوراثية في التكاثر اللاجنسي بالنسبة للكائن الحي؟
لتوضيح هذا السؤال معناه: هل الكائن الحي الذي ينتج من التكاثر اللاجنسي يكون به صفات وراثية مماثلة تماما للفرد الأصلي الناتج عنه، أم يكون به صفات مشتركة من أبوين، أم تكون به صفات مختلفة تماما عن الفرد الأصلي، أم يحتوي على نصف المادة الوراثية؟ لفهم ذلك نرجع إلى أن التكاثر الجنسي يتم من فرد أبوي واحد، تنتقل جميع صفاته الوراثية إلى الأفراد الناتجة عنه، ولذلك تكون المادة الوراثية في الفرد الناتج عن التكاثر اللاجنسي صفات مماثلة أو مطابقة تماما للفرد الأبوي. فالآن مع الاختيارات: هل الفرد الناتج يحمل صفات مطابقة له تماما، مختلفة عنه تماما، به بعض الصفات الأصلية، يحتوي على نصف المادة الوراثية؟ بناء على ما شرحناه يكون، أحسنتم بارك الله فيكم، مطابقة له تماما، أي أن الفرد الأبوي الناتج، الفرد الناتج من التكاثر الجنسي اللاجنسي يحوي صفات مماثلة للفرد الأبوي الناتج منه. السؤال التالي: ماذا يسمى بقاء الكائنات الحية الأكثر ملائمة لبيئتها والقادرة على نقل خصائصها المفيدة؟ معنى ذلك أن الكائنات الحية لديها القدرة، ربنا سبحانه وتعالى أوجد لبعض الكائنات الحية القدرة على تغيير صفاتها لتتكيف وتتلائم وتتأقلم مع تغير البيئة الموجودة فيها. وهل يسمى ذلك بالتطور أم الطفرة أم الانتخاب الطبيعي أم الهندسة الوراثية؟ طبعا أي أن البيئة تنتخب الصفات الوراثية الموجودة في الكائنات الحية التي تناسب خصائص هذه البيئة. ومعنى ذلك أي أن الإجابة الصحيحة، أحسنتم بارك الله فيكم، الانتخاب الطبيعي. ننتقل الآن إلى السؤال التالي: أي من الجمل التالية تصف الطفرة؟ هل هو تغير تدريجي وبطيء للجين، تغير مفاجئ ودائم على الجين، تغير مفاجئ ومؤقت يطرأ على الجين، تغير في الجين يكون ضارا دائم؟ أبنائي الأحباء، نتذكر سويا أن الطفرة هي تغير في الجين، ولكن هذا التغير يتسبب في ظهور صفة لم تكن موجودة في أسلاف الكائن الحي الذي تظهر فيه هذه الصفة، بمعنى أنه تغير دائم. وهل يحدث تدريجيا أو مفاجئ؟ لو حدث تدريجيا ليس بطفرة، لكنه يحدث مفاجئ مما يتسبب في ظهور صفة جديدة وتنتقل عبر الأجيال وتسمى تغير مفاجئ ودائم يطرأ على الجين. أحسنتم. السؤال التالي: اللون الأصلي للعث وهو نوع من الفراش هو اللون الأبيض، وقد لوحظ ظهور وتزايد أعداد من العث الداكن نتيجة انتشار الدخان، وذلك كان في القرن 19 بسبب التطور الصناعي واستخدام الفحم كوقود أصلي، مما تسبب في انتشار الدخان وتغير لون البيئة إلى اللون الداكن. فبعض هذه الفراشات ربنا سبحانه وتعالى أعطاها القدرة تتغير إلى اللون الداكن، مما جعلها تهرب من فرائسها. أما الفراشات التي ظلت لونها أبيض أصبحت فريسة واضحة لأعدائها، فتناقص أعداد الفراشات البيضاء وتزايد أعداد الفراشات الداكنة. وهذا يعتبر نوع من الهندسة الوراثية، الطفرة، الاستنساخ، الانتخاب الطبيعي. أحسنتم، فهو نوع من الانتخاب الطبيعي. يتكون الكروموسوم من سلسلة طويلة جدا ملفوفة حول بروتينات تسمى، ندرك يا شباب أن الكروموسوم هو المادة الوراثية الموجودة في النواة، والنواة هي المركز الأساسي للعمليات الحيوية في الخلية. إذن خلية بها نواة تحتوي على كروموسومات،
الكروموسومات تتكون من سلسلة طويلة من الدي ان اي الحمض النووي الذي يحتوي على الجينات، وهذه الجينات هي المسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية. معنى ذلك أن هذه السلسلة الطويلة من البروتينات تسمى الدي ان اي أم الجين أم الألايل أم الكروموسوم. أحسنتم، تسمى الدي ان اي. بارك الله في الشباب. ننتقل الآن إلى السؤال التالي: أي مما يلي يعد من أنواع التكاثر الجنسي في النبات؟ شباب، أذكركم أن كلمة تكاثر جنسي لابد من وجود فردين مختلفين في النوع، ذكر وأنثى، وكل منهم يكون مشيج يحتوي على نصف المادة الوراثية. هل يوجد ذلك في الفسائل كما في النخيل؟ أم الريزومات؟ أم العقل؟ أم البذور؟ كل من الفسائل والريزومات والعقل كلهم من التكاثر اللاجنسي. أما البذور لكي تتكون لابد من وجود فردين أحدهما ذكر والآخر أنثى، أي أنه تكاثر جنسي. أحسنتم، فالبذور هي التكاثر الجنسي في هذا السؤال. ننتقل إلى السؤال التالي: تنتقل الطفرة من الآباء إلى الأبناء عندما تحدث هذه الطفرة في، أذكركم، أي صفة سواء كانت طفرة أو غيرها لا تنتقل من جيل إلا إلى جيل آخر إلا إذا حدثت في الخلايا الجنسية، أي الأمشيج المذكر والمشيج المؤنث، أي الحيوان المنوي والبويضة. يبقى إذن إجابتي: هل تكون تحدث في الخلايا الدماغية؟ هل في الحيوانات المنوية؟ هل في خلية من خلايا الجلد؟ هل في خلية من خلايا الرئة؟ نعم نعم، طلاب ممتازون، الحيوانات المنوية لأنها الأمشاج المذكرة. بارك الله فيكم. السؤال التالي: يبين الشكل كروموسوم، فما الذي يظهر في الدائرة الصغيرة؟ تذكر يا شباب أن الكروموسوم يحتوي على المادة الوراثية اللي هي الحمض النووي والدي ان اي، والجزء الصغير من الحمض النووي والدي ان اي يسمى الجين، أي أن الحمض النووي يتكون من أجزاء تسمى الجينات. إذن فما يظهر أمامي هل هو حيوان منوي أم جين أم بويضة أم نواة؟ أحسنتم، يسمى ذلك بالجين، فهو جزء من الدي ان اي. أي مما يلي لا يسبب حدوث الطفرة؟ نتذكر سويا يا شباب أن لحدوث الطفرة أسباب محددة، منها الإشعاعات القوية مثل أشعة إكس المركزة والأشعة النووية القريبة من فعالات النووية، المواد الكيميائية الخطيرة، تضاعف الجين. هذه هي الأسباب الحقيقية لحدوث الطفرة. معنى ذلك أن الذي لا يسبب الطفرة هو أكيد أكيد أحسن الله إليكم الإرهاق. لو كل شخص أرهق حدثت له طفرة لتشوهنا جميعا. ماذا تسمى تقنية تغيير جينات في كائن حي أو نقل جينات جديدة إليه؟ لكي يتم تغيير الجينات اللي موجودة في الكائن الحي أو استبدالها بجينات أخرى يسمى ذلك، أحسنتم، الهندسة الوراثية، وهي تتم بفعل الإنسان. Sexual Reproduction، Genetic Engineering، Mutation، Natural Selection. أحسنتم، الإجابة الصحيحة Genetic Engineering، الهندسة الوراثية. السؤال التالي: أي مما يلي أفضل ما يصف الجين؟ تحدثنا قبل ذلك عنه، الجين هو الكروموسوم، الجين هو قطاع أو جزء من الدي ان اي، الجين هو قاعدة النيتروجينية، الجين هو تشكيل بنائي من البروتين. نعلم سويا يا شباب أن الجين هو جزء من الحمض النووي الدي ان اي،
الجين هو حمض، جزء من الحمض النووي الدي ان اي. إذن فالجين، أحسنتم، هو قطاع أو جزء من الدي ان اي. بارك الله فيكم. السؤال التالي: تغير لون سمك الغوبي يعد نتيجة طبيعية نيل. سمك الغوبي من الأسماك، فيها الأسماك المذكرة، تحتوي على ألوان ساطعة وجميلة، فاختيار اللون بما يتناسب مع البيئة المحيطة في المياه يسمى ذلك asexual reproduction, hemophilia, genetically modification food, and natural selection. أحسنتم، natural selection، وهو الانتخاب الطبيعي، أي أن الكائن الحي الذي يحمل الصفة التي تتناسب مع البيئة يظل مستمرا فيها. كيف يتكاثر نبات الهيدرا؟ الهيدرا من الكائنات الحية التي تستطيع أن تتكاثر عن طريق التبرعم، التجدد، الإنبات، الانشطار. درسنا قبل ذلك أن بالتجدد يتكاثر نجم البحر، أحسنتم، أما الهيدرا فعن طريق التبرعم. بارك الله فيكم. السؤال التالي: تكاثر أعداد العدس الداكن دليل على حدوث، كما ذكرنا سابقا، الهندسة الوراثية. تذكر بني أن الهندسة الوراثية تتم بفعل الإنسان في معامل خاص: الطفرة، الاستنساخ، الهندسة الوراثية والاستنساخ كلاهما من فعل الإنسان، الانتخاب الطبيعي أم الطفرة. إذن نحن لو حذفنا إجابتين نحذف الهندسة الوراثية والاستنساخ لأن كلاهما من فعل الإنسان، أما الانتخاب الطبيعي فهي الإجابة الصحيحة كما تحدثنا من قبل. بارك الله فيكم. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن إلى مراجعة الوحدة الثالثة وهي الحركة. نتذكر معا الوحدة، هذه الوحدة تنقسم إلى درسين: الدرس الأول هو أنواع المفاصل، والدرس الثاني هو آلية حركة العضلات المتضادة. لنبدأ معا. السؤال الأول: أي مما يلي لا يعد من الوظائف الرئيسية للهيكل العظمي؟ هذا السؤال يلخص لنا وظائف الهيكل العظمي. السؤال يقول: أي مما يلي ليس أو لا يعد من الوظائف الرئيسية للهيكل العظمي؟ هل هي الدعامة أم الحماية أم التخلص من الفضلات أم الحركة؟ طبعا من وظائف الهيكل العظمي أنه يعطي الدعامة للإنسان، من وظائف الهيكل العظمي أنه يحمل أعضاء الداخلية، من وظائفه أنه يساعد الإنسان على الحركة، لكن ليس من وظائفه التخلص من الفضلات. السؤال الثاني: أين توجد المفاصل الثابتة؟ هل توجد المفاصل الثابتة في الرقبة أم في الأضلاع أم في الجمجمة أم في العمود الفقري؟ طبعا المفاصل الثابتة توجد أين؟ في الجمجمة. ممتازون، وتكون على شكل درزات مسننة. أي من التالي هي وظيفة الأربطة؟ ركز، لابد أن نفرق بين كل من الرباط والوتر. الأربطة تربط من بمن؟ تربط العظام بالعظام. أما الأوتار فتربط العظام بالعضلات. تذكر التجربة التي أجريناها في المختبر، قلنا الأربطة تربط، ممتاز، تربط العظام بالعظام أو العظم بالعظم. ترتبط عظام المفصل معا بواسطة، هذا السؤال هو نفس السؤال السابق ولكن يطلب منك المصطلح باللغة الإنجليزية. ترتبط عظام المفصل معا بواسطة، طبعا أسمعكم تجوبون ترتبط عظام المفصل بالأربطة. أي من هؤلاء يعد الرباط؟ ممتاز، ليجامنت. ما نوع المفصل الذي يتيح أكبر قدر ممكن من الحركة؟
تعرفنا على المفاصل أن منها المفاصل الثابتة ومنها المفاصل المحورية ومنها المفصل الانزلاقي والمفصل الكروي، أيهما يتيح أكبر قدر من الحركة؟ طبعا هو المفصل الكروي ممتاز، ويكون عبارة عن الكرة والكأس. ما نوع المفصل الموجود بالمرفق؟ هل هو محوري أم كروي أم مفصلي أم انزلاقي؟ طبعا نوع المفصل الموجود بالمرفق هو، أسمعكم تجيبون، هو نعم المفصل المفصلي. أي الأمراض التالية تنتج عن التهاب الغشاء الزلالي في المفصل؟ طبعا ينتج عن التهاب الغشاء الزلالي في المفصل التهاب المفصل التآكلي أم التهاب المفاصل الروماتيزمي؟ طبعا الذي ينتج عن التهاب الغشاء الزلالي هو التهاب المفصل أو المفاصل الروماتيزمي. ما الذي يغلف أطراف العظم في المفاصل؟ طبعا يغلف أطراف العظم في المفاصل الغضاريف. ما اسم الغضاريف هنا؟ كارتليج، أحسنتم. في الشكل التالي، إذا انقبض الجزء عين ففي أي اتجاه يتحرك الساعد؟ أولا نركز، ما هو الجزء عين؟ الجزء عين هو عضلة البايسبس اللي هي العضلة الثنائية الرؤوس. طب الجزء الصاد؟ الجزء الصاد هو الترايسبس وهو العضلة ثلاثية الرؤوس. ما الذي يحدث عندما ينقبض الجزء عين يتحرك الساعد إلى، أحسنت، إلى أعلى؟ في الشكل التالي، إذا انقبض الجزء عين ما الذي يحدث للجزء صاد؟ لا يتحرك أم ينبسط أم ينقبض وينبسط أم ينقبض؟ تعلمنا أن هاتين العضلتين هما البايسبس والترايسبس يسميان عضلات متضادة. متضادة أي متضادة في العمل، يعني إذا انقبضت إحداها ما الذي يحدث للأخرى؟ تنبسط. ممتاز. والآن أعزائي الطلاب ننتقل إلى مراجعة الوحدة الثانية وهي العزوم والروافع. قبل أن نبدأ مراجعة هذه الوحدة لا بد أن نتذكر معا قانون عزم القوة، وهذا قانون من القوانين المهمة في هذه الوحدة. طبعا عزم القوة يساوي، أحسنتم، أسمعكم تجيبون، يساوي القوة ضرب طول ذراعها. تعالوا بنا نبدأ. السؤال الأول، مؤثر يؤثر في الجسم فيغير من شكله أو حالته الحركية. درسنا هذا السؤال في الصف الثالث الابتدائي ومن بعده في الصف السابع، أن المؤثر الذي يؤثر في الجسم فيغير من شكله أو حالته الحركية هو القوة. ممتازون. القوة قد تغير من شكل الجسم، قد تغير من سرعته، قد تجعل الجسم ساكنا، أي أنها تغير من شكله ومن حالته الحركية. السؤال الثاني، عند اتزان القوى يجب أن تكون، يعني السؤال بطريقة أخرى، متى تكون القوى المؤثرة على الجسم متزنة؟ يعني عندما تكون محصلة القوى التي تؤثر في الجسم تساوي كم؟ أحسنتم، عندما تكون محصلة القوى تساوي صفر. السؤال الثالث، عزم القوة يساوي حاصل ضرب القوة في، هذا السؤال الذي ذكرتكم به في بداية المراجعة وهو قانون عزم القوة. عزم القوة يساوي حاصل ضرب القوة في، أحسنتم، طول ذراعها. متى يكون الجسم في حالة اتزان؟ طبعا درسنا شرط اتزان الجسم، أي شرطين لاتزان الجسم. الشرط الأول والذي تعرفنا عليه في السؤال السابق وهو أن تكون محصلة القوى المؤثرة على الجسم كم؟ صفر. وكذلك الشرط الثاني أن تكون محصلة العزوم كم؟ أحسنتم، تكون محصلة العزوم تساوي صفر أيضا. وماذا نعني
بأن محصلة العزوم تساوي صفر، معناها أن مقدار عزم القوة في اتجاه عقارب الساعة يساوي عزم القوة في عكس اتجاه عقارب الساعة. إذن الإجابة الصحيحة هي محصلة القوة المؤثرة تساوي صفر، ومحصلة العزوم تساوي صفر أيضا. لحساب عزم القوة نستخدم القانون. هذا يطلب منك الآن الصيغة الرياضية لقانون عزم القوة. احنا ذكرنا من قبل أن عزم القوة يساوي مقدار القوة في طول ذراعه. الآن الصيغة الرياضية، عزم القوة رمزه إيش؟ مومنت. أحسنت. طيب القوة رمزها F، وطول ذراع القوة يساوي D. إذن أيهما إجابة صحيحة؟ أحسنتم، M تساوي D ضرب F. السؤال التالي وهو تطبيق رياضي على القانون. إذن فلنبدأ بتطبيق القانون. السؤال يقول: ما عزم قوة مقدارها 400 نيوتن عندما تؤثر عموديا في نقطة تبعد مسافة 6 متر عن محور الدوران؟ أعطاني 400 نيوتن، 400 نيوتن تمثل، نعم تمثل القوة. طيب 6 متر تمثل دي المسافة. ممتاز. إذن فلنطبق القانون، M تساوي F ضرب دي. إما تساوي 400 اللي هي F ضرب دي، ودي تساوي 6، يبقى 400 ضرب 6 تساوي، أحسنتم، 2400 نيوتن دوت إم. تطبيق آخر على قانون عزم القوة: إذا دفع شخص باب بقوة مقدارها 10 نيوتن وكانت القوة تؤثر عموديا عند نقطة تبعد 80 سنتي من مفصل الباب، احسب عزم القوة. مقدار القوة هنا كم؟ أحسنت، 10 نيوتن. المسافة؟ أحسنت، 80 سنتيمتر. ولكن يجب أن نحول هذه المسافة إلى متر. كيف نحول السنتيمتر إلى متر؟ نعم، نقسم على 100. يبقى 80 تقسيم 100 تساوي 8 من 10. إذن M تساوي F ضرب D، هتساوي 10 ضرب 8 من 10، يبقى تساوي 8 نيوتن دوت إم. أحسنتم. ننتقل الآن إلى مراجعة الدرس الثاني من هذه الوحدة، وهو يتحدث عن الروافع. قبل أن نبدأ هذا الدرس يجب أن نتذكر أنواع الروافع. لدينا 3 أنواع من الروافع. النوع الأول وهو النوع الذي تكون فيه نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. النوع الثاني تكون فيه المقاومة بين نقطة الارتكاز والقوة. النوع الثالث تكون فيه القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. تعالوا لنطبق على ما تعلمناه. السؤال الأول: الرافعة التي بها محور الارتكاز بين القوة والمقاومة هي من؟ أحسنتم، أسمعكم تجيبون، هي من النوع الأول. النوع الأول طبعا يكون نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. السؤال الثاني: الرافعة التي بها القوة بين المقاومة ومحور الارتكاز هي من النوع؟ من الذي بين المقاومة ومحور الارتكاز؟ القوة. إذن هي من النوع الثالث. أحسنتم. لماذا تعد الآلات مفيدة؟ هل لأنها يمكن أن تزيد مقدار القوة فقط؟ أم لأنها يمكن أن تزيد مقدار المسافة؟ أم لأنها يمكن أن تغير اتجاه القوة؟ أم لأنها يمكن أن تزيد مقدار القوة ويمكن أن تغير اتجاهها؟ طبعا الآلات تسهل العمل عن طريقتين: الطريقة الأولى زيادة القوة، والطريقة الثانية تغيير الاتجاه. إذن هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال التالي: أي من التالي يعتبر آلة بسيطة تستخدم في رفع الستائر بسهولة؟ طبعا نرفع الستائر باستخدام، أحسنتم، البكرات. أسنان آكلات اللحوم تتخذ شكل الروافع أم البرغي
أم العجلة والمحور أم الإسفين؟ ركز. أسنان أكلات اللحوم عبارة عن مستوى مائل، أحد وجهيه أو كلاهما مائل، لا كلا وجهيه مائل. إذن أسنان أكلات اللحوم تتخذ شكل الإسفين، لأننا تعلمنا أن الإسفين عبارة عن مستوى مائل متحرك أحد وجهيه أو كلاهما مائل، وهو يغير اتجاه القوة. ولكن كيف يغير الإسفين اتجاه القوة؟ ركز. عندما تدفع أسنانك الأمامية داخل التفاحة فإن اتجاه القوة يتغير، فتصبح قوة جانبية لتزيح جزئي التفاحة إلى اليمين وإلى اليسار. يبقى أسنان أكلات اللحوم تتخذ شكل الإسفين. أحسنتم. سطح منحدر يمكنك من رفع جسم ثقيل بقوة أقل. طبعا الإجابة هي المستوى المائل. مستوى مائل ملفوف يغير اتجاه القوة. ركز. مستوى مائل ملفوف يغير اتجاه القوة هو سكرو.